أول شخص على مستوى الخليج يحصل على الدكتوراه، وثاني امرأة على مستوى الوطن العربي. تلك هي فاطمة بنت سالم بن سيف المعمرية. إنها الريادة بامتياز، والإرادة التي لا تعرف التراجع. أبصرت النور في زنجبار في مارس من عام 1911. في عمر 7 تأخذها الأسفار إلى مصر لتحصل على الإعدادية والثانوية، وتكمل الماجستير في جامعة فؤاد الأول. ليس غريبا أن يعجب أستاذها طه حسين، عميد الأدب العربي، بقدراتها ومثابرتها، فيزكيها للحصول على الجنسية المصرية، لتأتي بالدكتوراه في اللغة اللاتينية من لندن. في مصر تدرس اللغة الإنجليزية، ويكرمها الرئيس أنور السادات. وفي بغداد تسهم في إنشاء أول كلية للبنات. وفي دمشق يكرمها الرئيس بشار الأسد. وعندما حانت العودة للوطن الأم ولقرية المنزف في إبراء، كانت المؤسسات التعليمية بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة أول من يتبنى هذه القامة العلمية، لينهل منها طلاب العلم خلاصة تجربتها العلمية والحياتية. وتحتفي بها الدكتورة آسيا البوعلي بكتاب يترجم سيرتها العطرة، ويواريها تراب مسقط الزكي يوم 8 من يوليو من عام 2002، تاركة عددا من البحوث المهمة واسما مهما بين الرواد العمانيين.